وزير التربية والتعليم الحقيقة الدكتور رضا حجازي كان من فترة كنا احنا حتى بنتكلم هنا في البرنامج على ازاي نقدر نحيي الفنون جوه المدارس، المسرح المدرسي، الموسيقى، التربية الفنية، حصة التربية الرياضية والبدنية وما إلى ذلك، زي ما كنا بنتكلم على مسألة الرحلات اللي تتعمل لطلبة المدارس في أرجاء جمهورية مصر العربية. والحقيقة معالي الوزير دكتور رضا حجازي يعني استجاب لنا بمنتهى السرعة في نفس ذات الحلقة مشكورا، وبدأت الوزارة تشتغل بمنتهى القوة كمان على إحياء المسرح المدرسي، وده بإذن الله هتلاقوه شغال بقوة وبمنتهى الحماس بدءا من الترم الثاني بتاع الدراسة، وهنا هتحصل رعاية حقيقية من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وكمان تعاون مع وزارة الثقافة. تعالوا نشوف التفاصيل، وينضم إلينا زميلنا العزيز الأستاذ شادي زلطة متحدثا باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. ازيك يا شادي؟ يا شادي سمعني؟ هل تسمعني؟ حول. تحياتي ليك يا يوسف. ازيك يا شادي، عامل ايه يا حبيبي، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام الحمد لله. اخبار المسرح المدرسي والتعاون اللي بيتم ما بين الوزاره والمتحده ووزاره الثقافه، احكي لنا. هو الحقيقه يوسف ان طبعا خليني بس نرجع خطوه كده، بان وزاره التربيه والتعليم من بدايه العام الدراسي منتهجه استراتيجيه بناء على توجيه الدكتور رضا حجازي باهميه تطبيق يوم الانشطه لاكتشاف المواهب ورعايتها وتنميتها. الحقيقه ان الوزاره بتسعى لتطوير الياتها طبعا في ظل وجود توجيهات من القياده السياسيه باهميه اكتشاف المواهب. فالحقيقه ان تدشين المبادره وبدايتها باطلاق مسرحيه تقدر هي نقطه تحول لعمليه اكتشاف المواهب والاجراءات الخاصه بيها. عظيم. فخليني اقول لك كمان ان المبادره في حد ذاتها هي تعتبر اليه منظمه هتستخدمها الوزارة بالتعاون طبعا مع وزارة الثقافة ومجموعة قنوات مدرستنا والمتحدة للخدمات الإعلامية لاكتشاف المواهب ورعايتها وتنميتها كمان فيما بعد بالتعاون طبعا في الخطوات الاستكمالية مع وزارة الثقافة. كويس جدا. طيب كمل. عايز اقول لك بس ان شاء الله باذن الله بدء الخطوات التنفيذية للمبادرة هتبدا مع الترم الثاني فصل الدراسي الثاني، وهتستكمل يعني هتفضل ممتده طوال العام، مش هتنتهي مجرد انتهاء العام الدراسي. يعني تستكمل كمان في اجازه الصيف. بالظبط. هايل. هتفضل مستمره طوال العام. هايل. وطبعا هي من ضمن الخطوات فيها ان طبعا الطلبه اللي هيتم طبعا اشتراكهم في المبادره هتبقى زي مسابقات الاول على مستوى المدارس داخل الاداره التعليميه ثم المديريات المختلفه، ثم في النهائي بقى خالص هيبقى على مستوى الجمهورية إن شاء الله. طيب ده شيء عظيم جدا. طب شادي أنا يمكن هاخدك وأروح بيك على بلاد برة في إطار إنه النوع بتاع الأنشطة الفنية اللي بتمارس جوه المدرسة والولاد لما بيشاركوا فيها ثم يتفوقوا ويحصلوا على مراكز كبيرة بياخدوا زي درجات بتبقى بونص تضاف لي على إجمالي درجاته في المواد الدراسية المختلفة، وده بينفعه بعد كده وهو داخل الجامعة، حتى أن بعض الجامعات بره تيجي تقول لك لو ليك نشاط رياضي وإنجاز أو ليك نشاط اجتماعي وأنجزت فيه أو نشاط فني كبير وأنجزت فيه بندي لك منح. هل إحنا بنعمل حاجات زي كده عندنا في مصر أو إحنا بصدد أن إحنا نفعل مثل هذه الأمور ولا لسه؟ هو ده موجود في مرحله معينه فيما يخص النشاط الرياضي بس، وبيبقى عن طريق اللي هو تحقيق بطولات على مستوى الجمهوريه او كده. ولكن طبعا دخول طبعا مجالات ثانيه انت عارف طبعا يوسف بيبقى زي محتاج طبعا تشريع وتعديل عشان خاطر يبتدي يتم تنظيمه. يعني ما انا بقول لك ده بقى يمكن ان احنا نعرضه على معالي الوزير فيبقى في زي مشروع كده من الحكومه يجي على البرلمان نبدا نشتغل عليه. اظنه دي هتبقى حاجه لطيفه تشجع الطلبه والطالبات في عموم المدارس على الاقبال على الانشطه، لانه اولياء الامور زي ما انت عارف اول ما يجي ابنه ولا بنته يقول له انا هخش نشاط المسرح يقول له ركز في مذاكرتك. فانا عايز الولاد تتشجع واولياء الامور يبقوا شايفين انه ده بيضيف كمان للطالب، بيضيف له في موهبته وبيضيف له في درجاته.
طبعا طبعا. انا خليني كمان اقول لك يوسف ان المبادره بيتم التجهيز ليها من سنه تقريبا، حلو. يعني تم خلال الشهور اللي فاتت حصر كافه المسارح على مستوى في المدارس المختلفه على مستوى الجمهوريه، جميل. وكمان يعني تم مراجعه كافه موجهي المسارح في المدارس، حلو. وتحديد المعوقات اللي ممكن تقف قدام مثلا وجود عدد مثلا معين من الاشراف من موجهي المدارس بالاشتراك طبعا مع وزاره الثقافه. كل الخطوات دي يعني تم حسابها بدقه، وباذن الله ان شاء الله يعني هيتم تنفيذها بشكل دقيق جدا ابتداء من الفصل الدراسي الثاني ان شاء الله. هل المدارس اللي مش هيبقى فيها مسارح، وده مش هيبقى قليل، هل في الحاله دي هنقدر نستعين بالمسارح بتاعه قصور الثقافه التابعه لوزاره الثقافه في الحاله اللي زي كده؟ هيحصل، وهيحصل كمان ان ممكن يتم وجود طلاب في مدرسه قريبه مجهز فيها مسرح، حلو. او لو حتى المدرسه اللي فيها مسرح محتاج رفع كفاءه يتم رفع كفاءته كمان. رائع جدا جدا جدا. سير يا نورماندي زي ما بيتقال. اشكرك جدا 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 يا شادي، كل الشكر ليك. زميلنا العزيز الاستاذ شادي زلطه المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم الفني، زميلنا العزيز لانه شادي صحفي يعني بارع كمان بالمناسبه. خلوني اخدكم ونروح، قبل ما اخدكم نروح الحته دي، انا فعلا فعلا بشجع على انه الانشطه الفنيه في المدارس نفكر ايه امكانيه انه احنا نحولها الى انشطه في حال حصول الطالب على مراكز كبيره انه ياخد بيها بونص درجات، يعني نزود له 1%، 0.5%، 1.5، 2%، على حسب طبعا. دي بيبقى ادرى بيها الوزاره من ناحية، إن كانت تحتاج لتشريع وارد جدا إنها تروح لمجلس النواب ويبقى مشروع مقترح من الحكومة، أو حتى النواب حد منهم مثلا يقدر إن هو يقدم هذا المقترح. الحاجات اللي زي كده هتفرق كتير، لأن إحنا في عندنا للأسف ثقافة كده تراكمت للأسف الشديد في الثمانينات بتاعت إنه التربية الفنية والتربية الرياضية والتربية الموسيقية والفنون المسرحية بتاعت المدارس ده وجع دماغ وتضيع وقت، وركز يا حبيبي في مذاكرتك وسيبك من الكلام الفاضي ده. ده شيء غريب جدا. طيب لما تيجي تعرف انه مش هزار، كبريات الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال لا الحصر بتقول لك، سواء اذا كنت انت بقى مواطن امريكي ولا جاي من دولة تانية، يعني انت عاوز تقدم عندي في الجامعة الكبيرة دي مفيش مشكلة، الاول نشوف درجاتك. طب انت هتتقبل من حيث المبدأ بناء على الدرجات، وبعدين بتكتب جواب كده لطيف، انت ليه عاوز تلتحق بالكلية الفلانية جوه الجامعة العلانية الى اخره. بيسألك بقى اسئلة، هو انت عندك تفوق رياضي؟ ابعت لنا ما يؤكد. عندك تفوق فني؟ ابعت لنا ما يؤكد. مارست نشاط اجتماعي وتطوعي؟ ابعت لنا ما يؤكد. في الحالة دي بتاخد منحة دراسية، يعني ايه؟ بتاخد خفض على المصروفات. انا بقى مش بقول الكلام ده عشان العيال لو جت تسافر امريكا ولا اوروبا، انا بتكلم ان احنا عايزين ده يبقى عندنا هنا في مصر، فيساهم اكتر من ناحيتين، في اثراء الحياة الفنية المصرية، إثراء الثقافة المصرية، إن أنا أخلي الأب والأم فاهمين إنه ده مش تضييع وقت، عشان الثقافة المتراكمة ثقافة سيئة للأسف تراكمت عندنا في الثمانينات لأسباب كتير ممكن نبقى نناقشها. الحاجة الأخيرة إنه الولاد هم كمان حتى لو مش ناوي يمثل ولا يخرج ولا يغني ولا يألف موسيقى، بس هو يبقى من جوه مليان بالفن وبالثقافة. هو فن وثقافة فين غير في مصر؟ يوسف هناك الكثير من الدول، صح، بس احنا احلى، صح، بس احنا اقدم، صح، بس احنا اكثر تأثيرا بالثقافة المصرية وبالفن المصري. هتجد انه شقيق او مواطن خليجي يتحدث مثلا في محادثة هاتفية مع شقيق ومواطن مغربي، علشان الاتنين يقدروا يوصلوا لبعض الحديث بسلاسة ويسر لن يخلو الحديث من مفردات عامية مصرية، لأنه الاتنين فاهمين هذه المفردات العامية المصرية. وده حصل إزاي؟ بالغنوة المصري وبالفيلم المصري وبالمسرحية المصري وبالبرنامج المصري.
على رأي فؤاد المهندس الله يرحمه، مش كده ولا ايه؟ تعالوا نروح لتقرير حول مجمع البحوث الإسلامية اللي بيعمل ندوة مهمة جدا عن جهود مجلة الأزهر في النهوض باللغة العربية ودعم الهوية الوطنية. نشوف التقرير ونرجع نكمل الكلام. الحقيقة اللقاء اليوم لقاء هام مهم جدا، على اعتبار أنه يهتم بأحد المقومات الأساسية للهوية المصرية العربية الإسلامية. فلا يوجد دولة في التاريخ لا تمثل اللغة لها أهمية قصوى في عملية التلاحم وعملية التماسك الاجتماعي وعملية الارتباط من أجل المستقبل. وبالتالي النظرة إلى بلادنا العربية، واعتبار أن 24 نصف سكانها تقريبا في سن 24، يعتبر أمل كبير جدا في مستقبل أفضل لنا كلنا جميعا، إذا أضيف إليه الصغار أيضا. وبالتالي مستقبلنا مستقبل مشرق بإذن الله إذا اهتممنا بالتعليم اهتماما قويا جدا. لا أستطيع أن أقول الفصحى، لأن الفصحى لغة هؤلاء المتخصصين تخصصا دقيقا. أما حين أتحدث بلغة عربية سليمة ما استطعت إلى هذا سبيلا، فهذا يجعل الأمر سهلا وبسيطا ومريحا وممكنا. بداية دعني أقدم الشكر لمولانا صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة وكيل الأزهر الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وفضيلة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الأستاذ الدكتور نظير عياد على دعمهم للقاء اليوم ولكل اللقاءات التي تعقدها والندوات التي تعقدها مجلة الأزهر الشريف. فأتى العنوان من جهود مجلة الأزهر الشريف في دعم اللغة العربية والهوية الوطنية، والحمد لله عبر مقالاتها وأعدادها التي ربت على 1000 عدد في مجلة الأزهر الشريف ما وردت فيها كلمة واحدة باللغة العامية، بل كانت لغتها فصيحة صريحة تفيد المجتمع والقارئة والناظرة إليها. ومن أهم التوصيات التي توصلنا إليها اليوم أن تكون اللغة العربية هي لغة الحوار، وهي لغة الصحافة، وهي لغة المذياع، وهي لغة المحاورات التلفزيونية حتى يستفيد منها أبناؤنا. أولا ينبغي علينا أن نبدأ بالمعلم. المعلم لابد أن يعلم تعليما جيدا، لابد أن يكون الأساتذة أيضا لا يستعملون إلا اللغة العربية. حين يستعملون اللغة العربية ويلقون محاضرتهم بها، هنا سنجد أن الطلبة يستسيغون الحديث أيضا باللغة العربية. ونحن نذكر أن هناك كان برنامج افتح يا سمسم يقال في الدول العربية أو يذاع في الدول العربية في التلفزيون، وكان الصغار من سن 2 و3 يتابعونه ويفهمون ما يقال عنه. إذن اللغة العربية ليست صعبة وليست عصية على التعامل بها، وإنما نحن المقصرون في ذلك. اهلا وسهلا بحضراتكم، يا ترى عاملين ايه؟ كله بخير؟ كل حاجه بخير، قول بس ان شاء الله كده وكل حاجه هتمشي، ما تقلقش. بص، مش هقول لك على ذوقي، بس انا ما اظنش حد فينا يختلف على الله يرحمه رب جورج سيدهم، والله ما بهزر. طبعا مع حفظ الالقاب يعني، ده خفه دم وموهبه مذهله جدا. وبعدين ما كانش بس عنده قدره على صنع الابتسامه بادائه التمثيلي، ادائه بشكل عام، السكتشات اللي كان بيعملها بمشاركه زميليه العزيزين رفاق الرحله ايضا رحمه الله عليهم الضيف احمد وسمير غانم، ثلاثي اضواء المسرح. فرقة كانت استثنائية ومختلفة تماما، وقدمت عمل مسرحي وسينمائي شديد الاختلاف، وكانوا جداد على الذائقة المصرية وعلى الذائقة العربية بطبيعة الحال. وبعد وفاة الضيف أحمد كمل الثنائي جورج وسمير، أمتعونا بكل حاجة قدموها سوا. وبعدين نصل مرة تانية إلى حتى المشاركات اللي كان بيعملها جورج سيدهم الله يرحمه، يا رب الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه من قلبي، مش عشان البرنامج ولا أي حاجة خالص، ده بجد يعني.
يعني مثلا أنا عايزك تتفرج على مشاهده في الشقة من حق الزوجة، مشاهده مع الله يرحمه يا رب محمود عبد العزيز وربنا يديه الصحة فريدة صف النصر كانت زوجته في الفيلم، لازم تشوف المشاهد بتاعته دي. شوف بص هنا مثلا لسه في مشهد جاي من الفيلم بتاع واحد صاحبي ما تعرفوش، انا عايز افتكر كان اسمه ايه يا ربي، سمير صبري وعادل امام، البحث عن فضيحه، صح البحث عن فضيحه. او هو بقى عنده مشاهده مع صلاح نظمي ومع نوال ابو الفتوح الله يرحمهم، يا دين النبي. بص 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 اللي هو عامله، يعني انا ادفع نص عمري ان دي التفكيره بتاعه جورج سيدهم لما يقرا السيناريو هو خلاص تخيل الشخصيه عامله ازاي. يعني ليه بقى بقول لك انه ده اكيد تفكيره هو، اكيد بيقعد مع المخرج ويقعد لكن لانه اللي يتابع اعماله هيعرف ان هو كان ليه طريقه في تقديم الكوميديا، طريقة في شكل الشخصية ولبسها وطريقة كلامها، هو ليه طريقته وكل شخصية بتبقى منفصلة بس فيها بصمة جورج سيدهم الله يرحمه حقيقي. وأنا أظن إن حياته هو مع أسرته كانت ممتلئة بالتفاصيل، بالتأكيد فيها الكواليس اللي ما نعرفش عنها حاجة، بس ما بين رحلة صعود رائعة ونجاح وصمود لفنان مصري أصلي أصيل من قلب الصعيد في سوهاج، جرجة دي بلد رفاعة الطهطاوي، بس رفاعة الطهطاوي كان من قرية طهطا بقى، وبالتالي يستحق جورج سيدهم كل التكريم، وتكرم اسمه من قبل فخامة الرئيس خلال افتتاحه عدد من المشروعات في سوهاج، وده كان مهم قوي قوي، وفرحنا كلنا إنه مصر بتكرم ولادها، بتحب ولادها، عارفة مسيرة ولادها، بتكلل عطاء ولادها بهذا التكريم. يمكن في آخر أيامه آخر سنينه تعب قوي قوي، ده التكريم بتاع الفنان الكبير الله يرحمه يا رب فناننا جورج سيدهم وزوجة الفنان جورج سيدهم مدام ليندا مكرم، وهي تستلم هذا التكريم من فخامة الرئيس. احنا معانا دكتور ليندا مكرم زوجة الفنان الرائع العظيم، مش هقول الراحل ولا حاجة خالص لانه انا في رأيي دايما هو عايش جورج سيدهم. اهلا بيك يا دكتور ليندا. اهلا اهلا بيك استاذ حسين. ازاي يعني حضرتك يوسف الفسيني؟ اهلا بيك يا حبيبي. انت على فكرة اصل البرنامج ده كمان، اولا بشكرك جدا على المقدمه اللطيفه الرائعه يا فندم، وهذا البرنامج التاسع ده ليه معزه خاصه لدينا منذ ان بدا المشوار بتاعه وائل الله يرحمه، الابراشي الله يرحمه يا رب، الانسان الجميل العظيم على رايك كلمه العظيم يعني حقيقي، واكملت المسيره حضرتك يا فندم العفو، عشان البرنامج له يعني الحقيقه طابع خاص عند كل المصريين. ما هو ده برنامج كل المصريين. أكملت المسيرة يا أستاذ. الله يخليك يا دكتور، الله يخليك يا دكتور، ربنا يخلي حضرتك. يعني خليني الأول هسأل على كلمات دارت ما بين فخامة الرئيس ودكتور ليندا مكرم على المسرح عند استلام التكريم، كانت إيه الكلمات اللي دارت يا فندم؟ هو طبعاً التكريم ده كان أنا اعتبرته إن تكريم رفيع المستوى من نوع خاص جداً، إن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يكرم فنان لايف كده، يعني انا ده ما شفتهاش خالص الحقيقه، ان في فنان يكرم لايف كده فيس تو فيس، فكان ده فخر كبير جدا، كرامه شديده جدا، شرف كبير جدا الحقيقه. انا كنت بقول طبعا شكرته جدا جدا لانه فرحنا كلنا، فبقول له على فكره انا فرحانه جدا النهارده، مش عشاني أنا فرحانة، لا عشان جورج دلوقتي فرحان، أنا عارفة أن جورج دلوقتي في هذه اللحظات هو فرحان ومتأكدة، قال آه طبعا طبعا حبيبي جورج كده يعني، وطبعا قبلت بحنان أبوي يعني فائق حقيقي. السيد الرئيس بيشعرك ب يعني عارف بيقترب إليك بقلبه مش صحيح بجسمه صحيح حقيقي، يعني إنسان جدا، الإنسانية عنده
يعني متدفقة، ده اللي أقدر أقوله يعني حقيقي. صحيح. طب دكتور، له فحتى أيوة. طلب مني يعني بيقول لي بص الحنان يعني والأبوة أبوة متدفقة، بيقول يعني فيها تطلبي مني أي حاجة مش عايزة تطلبي. قلت له أنا بطلب إن ربنا يحفظك ويديم رئاستك علينا أي أزمنة سالمة وسنين طويلة يا رب كده بكل نجاح وسلام يا رب. يا رب يا رب، وربنا يا رب يرحم فناننا الكبير جورج سيدهم حقيقي. طيب خليني يمكن هسأل حضرتك على، احنا نعرف بالتأكيد الفنان الكبير جورج سيدهم اللي بنشوفه على الشاشة، لكن ايه اللي ما نعرفوش عن جورج سيدهم؟ شوف هقول لحضرتك حاجة، جورج سيدهم على الشاشة هو في البيت، هو على خشبة المسرح، هو في الشارع، هو في السوبر ماركت، جورج شخصيته لا تتجزأ، شخص ثابت المبادئ، المبادئ عنده ثابتة ولا تتغير ولا تتجزأ، في البيت زي في المطبخ زي في مع أصحابه زي في الرحلة زي في السوبر ماركت زي في الشارع زي في جورج مش بيمثل على فكرة، دي ده جورج very natural طبيعي كده، هو طبعه كده طبيعي كده، وده اللي كان بيوصل لنا بصراحة. يعني احنا كنا دايما نحس انه لو قابلناه في الحقيقة هو فعلا يعني حتى لو دخل صيدلية يشتري دواء لا تتخيل يقلب البتاع كله ضحك وهزار، لو دخل سوبر ماركت ولقى زحم بعد ما بيدخل احيانا فيقول للراجل ايه صاحب السوبر يقول له انا عايز كوميشن دلوقتي لاني بعد ما دخلت البتاع اتملى، هيبقى في زباين كتير داخلين يعني عارف جورج طبيعي جدا بسيط جدا شديد البساطة جدا شديد التواضع جدا. يعني جورج مهما يعني قلت صفات الحقيقة مش هقدر أعددها، لأن تبص تلاقي جورج إكسير السعادة عند جورج هو أنه يدخل الفرحة والبهجة للآخرين، يسعد الناس، ده أكتر حاجة تسعد جورج. يعني دايما قلبه عامر مملوء بالسلام دايما، يعني عارف الفن عنده لا يتجزأ على فكرة. يعني عنده فن، يعني حب الفن، حب السفر، حب يعني أكتر حاجتين يحبهم جورج الفن والسفر، لا يعني لا يتجزأوا بالنسبة له، كلاهما متعة خاصة جدا في حياة جورج. الله. وضيف على الهوايات دي يحب جدا الأنتيكس جدا جدا. أوكي. ويستهويه جدا حبه للطهي، يعني يجيد بمهارة فائقة في الطبخ، ذواق جدا. الله. ومميز جدا وله إضافات خاصة في المطبخ، يعني أنا يعني اتعلمت منه حاجات كتيرة جدا جدا طبعا للدرجة دي. تقريبا ما فيش حد في كل أصدقاء خارج وداخل وقرايب ما كلش من إيدين جورج، لأن جورج كريم جدا شديد الكرم جدا. يعني عارف لو قلت لي ايه صفات يعني جورج ينفرد صفات يعني لا يختلف عليها حد، تلاقيه قمة الوفاء قمة العطاء وكرم شديد جدا، عطف حب حنان شفقة، إنسان بسيط جدا في حياته الخاصة والعامة، شديد الكرم في عطائه مع الآخرين حقيقي. وإيه كمان حاجة مهمة جدا في شخصية جورج، جورج دايما عارف وان واي، يعني شخصيته دغري، يعني ما عندوش يسود يبيض، ما عندوش دغري. الجزء الرمادي ده لا يوجد في حياة جورج نهائي، راجل دغري يعني زي ما نقول. أحيانا أقول له يا يعني أني لا أكذب لكن أتجمل، أنا أحيانا كنت أقول له أبدا، يعني مستعد دائما جورج أنه يدفع حياته ثمنا للدفاع عن مبادئه فعلا. لهذه مقولة لجورج ربما تكون فعلا عاشها بالتفصيل، فلا عجب ان الناس حبته للدرجة دي بصراحة، للدفاع عن المبادئ بتاعته، عنده مبادئ، ملتزم جدا، شديد الالتزام جدا، شديد الاخلاص جدا. لا لا الحقيقة انا مش عشان ان جورج بتكلم كده، لا، لانه ما فيش حد قعد مع جورج او قضى وقت مع جورج او صادقه او عارفه عن قرب وعن بعد الا يعني يطيب كل نفس قعدت معاه، يعني بحنان برقة، يعني مشاعره
رقيقة جدا. مش قادر أقول لك يعني مهما وصفت جورج الحقيقة أنا لاقى فيه حقه على الإطلاق يعني بجد. وكمان إيه يعني وطنية جورج، إنسان وطني حتى الثمالة، يعني ينتمي لوطنه بشكل يعني مهما قلت لك. كان لما يبقى في رحلات وراجع الطيارة كان يقول للمضيفة بسرعة بسرعة اديني، وحشتني مية النيل، عايز أشرب من مية النيل. يعني عارف أنا شايفة دلوقتي إن جورج يعني حصد وما زال يحصد حب وتقدير صح. الناس كلها يعني كل الناس بيحبه فعلا، يعني مش حد يختلف، يعني حب الناس تاج على الراس فعلا، يعني كنز كبير جورج ده، ورث هذا الكنز يعني الحقيقة ده أحلى ميراث بجد. إيه أكتر حاجة كانت تزعجه أو تضايقه؟ أكتر حاجة تضايقه؟ أو تزعجه يعني ما يبقاش مبسوط. تصور إن جورج يعني حتى لو في حاجة بتضايقه لا يظهرها على الإطلاق. جورج على فكرة مش كثير الكلام يعني يعني ممكن جدا يعني أنا مفروض زوجته مثلا أو يعني لو صدر خطأ من حد تجاهه أو حتى يعني مش بس ممكن يقول لي أو يفصح عن هذا، لا يمكن يقول كلمة على حد وشه ولو كان حتى أخطأ إليه جدا مهما كانت الإساءة. لم أسمع جورج حقيقي حقيقي قال كلمة وحشة على أي حد. صدقها دي؟ أصدق جدا، لأنه أعتقد ده اللي وصل لنا كلنا حتى من أدائه وإحنا نشوفه على المسرح أو في تمثيلية أو في فيلم، إحنا حاسين بكده يعني. وأنا أظن أنه إحساس صادق ما يعني أو شعورنا تجاهه صادق. إحساس جورج ده الحقيقة الحقيقة فعلا يعني صراحة هو كده فعلا فعلا. طب بما أن إحنا اتكلمنا على الأكل، إيه أكتر أكلة كان يحبها؟ لا ده أكل هو كمان إيه يعني ده هو ده ما أقدرش أقول أحد إن الأكلات كلها اللي بيعملها. أنت لو جبت نص جمهورية مصر هتقول لك الأكلات اللي أكلناها من إيدي جورج. لما حصل أنت عارف لما حصل اتحرق مسرح الهوسابير في حاجة يمكن 81 82، فجورج الحقيقة تعب جدا جدا طبعا. جدا نفسيا وجسديا، فاللي حصل جات له جلطة في القلب فاضطر لازم حصل انسداد في الشريان الأورطة. المهم اضطر يسافر لندن، مجدي يعقوب عمل له الأوبن هارت غير الشريانين في القلب، ميجور 2 ميجور شريانين. يعني أنا حكيت لك الحكاية دي عشان أقول لك إنه بالنسبة للأكلات اللي يعني فكان جورج بيحب الأكل جدا يعني حب الأكل بتاعه لأنه يعني أكل جميل جدا جدا، كل الأكل جميل جدا، طعم يعمل أكل طعم حاجة محددة يعني ما أقدرش أقولها لك يعني. وعايز أقول إن جورج الحقيقة يعني أنا لما بفكر في جورج هقول لك حاجة، بلاقي إن عمره الفني أكثر فنان عمره الفني هو جورج الفني. ليه؟ لما اتحرق الهوسابير قعد 10 سنين يعني إطلاقا اتهد، جاب أرض بالنابالم مسرح الهوسابير، فقعد 10 سنين جورج بمناسبة الحب للأكل، فاضطر بعد ما راح عمل الأوبن هارت وإلى آخره مش قادر. جورج من النوع اللي ما يقدرش يعمل كوبي من الحاجة كده سريع، نو يتأثر تأثير جامد جدا يعني. فالمهم ففتح محل ميني مشوي في اليوكلس في مصر الجديدة. فكان الأكلات لأنه كان بيعمل بإيده معاه يعني طعم شفاف، لكن هو كان ليه إضافات ومذاق خاص، فكان لا تتخيل على حتى الأكلات كان يقول لك كله يجري مش عارفة على إيه على أسامي المسرحيات بتاعته. أيوه من وشي وجري غور وجري حاجات كده يعني على حاجات الثلاثي يعني. أيوه فكان يعني الأكل بتاعه حلو قوي قوي جورج. وبعدين جه بعد يعني 10 سنين توقف جورج عن العمل الفني، ثم بعد كده 24 سنة جه المرض الأخير. فعمر جورج الفني قصير جدا، ومع هذا ده اللي أنا بفكر فيه إنه ترك بصمة
بصمة تقدير وحب واعتزاز لدى الوطن العربي كله. الحقيقة أنا لما بفكر فيها بلاقي إن ده يعني ده عمل ربنا مش عمل يعني. صحيح صحيح. نعمة من ربنا موجودة كده. صحيح صحيح. يعني دي كانت تصريفة ربنا. أبدا إن الإنسان يتوقف طول السنين دي كلها، وحب الناس في قلوبهم لجورج كان عميق جدا جدا الحقيقة. جدا. وبعدين حتى الأجيال الجديدة يعني الولاد الصغيرين والبنات الصغيرين عارفينه وبيحبوه جدا 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 حقيقي. لا جورج، لا الأطفال بتحب جورج جدا جدا جدا. الكل يعني بيحبه كبار وصغيرين، يعني هو جزء من تكوين الكل بصراحة. الله يرحمه. وانا اشكر حضرتك جدا 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 على وقتك معانا اللي اديتيهولنا بجد. محبتكم في القلب بجد. يا رب يخليك. الواحد قال وعمل، يعني انا بتمنى لكم مزيد. النجاح موجود بس انا عايزه مزيد من النجاح يا رب. وليك كل التقدير. والبرنامج ده الخاص جدا انا بعتبره يا بختنا برنامج خاص جدا يا بختنا. يعني بتكمل المسيره والمشوار بتاعه. الله يخلي حضرتك يعني يا دكتور. دايما بالتوفيق والنجاح. كلنا بنحبك يا استاذ. يا رب يخليك يا دكتور. وكل سنه وحضرتك طيبه كده وعيد سعيد كده. قبول ممتع لدى الناس حقيقي. الله يخليك يا دكتور والله ربنا يخليكي. انا اسف. كل سنة وحضرتك طيبة وعيد سعيد على حضرتك وعلى كل أهلينا يا رب. كل الشكر دكتور ليندا مكرم أرملة الفنان الكبير العظيم الرائع جورج سيدهم الله يرحمه. طيب تعال بقى، أنا كنت بقولك على إزاي الشركة المتحدة عملت تعاون مع وزارة التربية والتعليم ومع وزارة الثقافة من جهة علشان المسرح المدرسي، وإنه هذا التعاون اللي اتعمل علشان إحياء المسرح المدرسي مرة تانية والمزيد من الدفع لإطلاق المواهب الفنية من خلال المدارس، المتحدة ما سكتتش أو ما بتسكتش، لأن هي بدأ لو تفتكروا من أيام ما كنا بيتعمل الموسم الأول لبرنامج الدوم، وبتطلق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أول حلقة بقى من الموسم الثاني للدوم بكرة إن شاء الله الساعة 11 مساء على قناة دي أم سي. وبتستمر المتحدة في هذا العمل شديد الأهمية. ليه شديد الأهمية؟ أنا هرجع أقولك تاني يا عزيزي المشاهد يا عزيزتي المشاهدة، مصر أقوى بكتير مما نتصور إحنا كمصريين، ودي مشكلة لأن إحنا لازم نعرف حجم قوتنا إيه، ومما يتصور الجميع حوالينا في كل الدوائر. وخد بالك أهالينا وأشقائنا عارفين قوتنا قد إيه ومقدرين هذه القوة، على رأسها ما نطلق عليه دائما التعبير الشهير الرائج القوة الناعمة. بص الثقافة والفن المصري، الثقافة بشكلها العام يندرج جواها أو تحت مظلتها كل أنواع الفنون، هي الأقوى على الإطلاق لأنها ثقافة شديدة العمق عميقة الفلسفة كمان، وما هيش مجرد حالة شكلية أو حالة قشرية خالص. يعني فاكرين لما الأسبوع اللي فات كنا بنتكلم على أهم 200 فنان مؤثر على مستوى العالم، أم كلثوم طلعت رقم 62 على مستوى العالم في عموم البشرية على اختلاف الأجيال حتى هذه اللحظة مصر. فيجي برنامج الدوم علشان طول الوقت يكتشف لك مواهب على اختلاف أنواعها، مذيعين موجود، مطربين ومغنيين ومؤديين موجود، خد بالك الغناء غير الطرب غير الأداء موجود، استعراض موجود، تمثيل موجود. نجاح كبير جدا حققه الدوم في الموسم الأول، ودايما بالمناسبة المواسم التالية على الأول بتكون أكثر نجاحا. ليه؟ أي حاجة في الدنيا، أي حاجة في الدنيا، يعني في أخ فاضل ألماني كده اسمه فون براون، ده اللي اخترع الصواريخ. هو أنت متصور إنه أول صاروخ عمله فون براون زي تاني صاروخ أو تالت صاروخ؟ طبعا لا.
الثاني والثالث والرابع الأجيال المتعاقبة دي أقوى، لأن احنا تعلمنا حاجات من أول إنتاج. فأول موسم بكل النجاح اللي انت شفته واللي الكل بيتكلم عليه، لا ده انت توقع الموسم الثاني أكثر نجاحا وتألقا. وهتلاقي ان في حد من المواهب اسمه كروان، حتى اسمه حلو برضه، كروان حجاج، لفت الانظار بشده كروان لموهبته في الموسم الاول. اهو ادي كروان. ازيك يا كروان؟ ازيك؟ شو ده صوت مذيع ده يا جماعه، مش صوت حد بي. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. لو لا انت هتخش علينا بالبيز هخش عليك ببيز اعلى. اوعى. لا والله حبيبك يا اخي بنكشك، بهزر معاك. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله الفل. انا عايز اعرف تجربتك مع الدوم، انت ايه اللي خلاك خدت بعضك ورحت؟ واحكي لي الكواليس اللي بتجرى جوه، وقول كده وخلي قلبك جامد وما يهمكش حاجه، خلاص انت تألقت. بص الدوم ده كان يعني بجد هو موضوع ومساله كبيره قوي قوي بجد، وهو برنامج مهم جدا جدا، خصوصا ان في مصر احنا كنا مفتقدين ان احنا يبقى عندنا حاجه في مصر اصلا بالشكل ده. انا كنت رافض اساسا مبدا انا اقدم في مسابقه وكده، اما جت خطيبتي وقالت لي ان في حاجه في مصر بتتعمل الدوم ولازم تروح، وفضلت طبعا في الاول تلح عليا جامد ان انا اروح واقدم، كنت رافض. بعد كده رحت بصراحه، وكنت فاكر ان الموضوع هيكون بسيط، يعني كنت فاكر الموضوع هيكون صغير، مش بالضخامه دي وبالحجم ده بصراحه. حلو. بس لما رحت ودخلت لقيت الموضوع بيتعمل بجد بشكل كبير جدا جدا على اكمل وجه، بكل تفصيله حقيقي، كل تفصيله مهمه، وكل حاجه بتتعمل بجد وباخلاص، والبرنامج ماشي بجد بجد بكل جديه. فكان ليا الشرف طبعا ان انا اكون جزء من حاجه كبيره وضخمه زي دي في مصر طبعا. طيب ده رائع جدا. اللطيف في الموضوع انه خطيبتك اللي كانت بتحمسك، يعني عاده البنات والستات في الحلال زي كده تقول لك لا بص روح اشتغل في شركه كده وظبط نفسك واقبض مرتب حلو، وبعدين موضوع الغنى ده هنبقى نشوفه يا حبيبي. ايوه فعلا. لا بس هي عملت العكس. لا هي بصراحه دايما هي طول الوقت، وهي اللي صحتني اساسا غصب ان انا اروح اقدم في الدوم، انا كنتش عايز اروح. فلا هي كانت سبب اساسي. زن 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 مفيش هزار. هي طول الوقت بصراحه داعم ليا يعني. طب كويس جدا. طب وانت في خلال التجربه بتاعت الدوم والمنافسات اللي بتجرى، انت كنت متصور انه ان شاء الله ان شاء الله والحمد لله طبعا انه ربنا يعني يوفقك لهذه الدرجه؟ اكيد. قلت يعني ايه كل... ممكن اطلع مره مرتين وهيقولي روح وكده بقى ايه ابدا انا اشوف وظيفه؟ لا هو كل واحد يعني انا كنت رايح من جوايا بقول ان انا رايح داخل عشان عايز اكسب، انما هوصل لفين دي يعني، هوصل لفين او هبقى فين دي، طبعا كانت جوايا خوف ان انا في منافسين كتير وفي اصوات كتير حلوه، كنت مرعوب جدا 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 من المنافسه اساسا. فوصلت لفين دي طبعا كانت توفيق من ربنا، ومبسوط جدا جدا باللي وصلت له. والبرنامج فعلا حتى اللي ما كسبش يعني هو برضو كسب من البرنامج ومن الناس، والناس عرفتنا، وصلنا للجمهور بشكل يعني ما كانش بالنسبة لي بالذات خلاص هو ده الهدف، لا حتى اللي ما كسبش بالنسبة لي لا برضو كسب جمهور، وكسب ان احنا الشركة المتحدة برضو لحد دلوقتي ما سابتناش وهي دايما معانا يعني. ومين اللي سماك كروان؟ اللي سماني كروان بابا، يعني هو كان بيغني اساسا بس هو صاحب الاختيار. جت صدفة بقى. جت صدفة بس سبحان الله سبحان الله ربنا أراد كده. قولي بقى هو كان بيغني أساسا. أنا عرفت الحكاية دي، ده حقيقي عرفت كده كويس. طب قولي بقى كروان السؤال اللي بعده، أنت مين أكتر حد كان صعب في لجنة التحكيم أو في لجان التحكيم؟ والله بص هو وقفه ان انت اصلا دلوقتي في اختبار دي في حد ذاتها صعبه جدا جدا. طبعا كل الناس اللي كانت موجوده من لجان التحكيم طبعا هي ناس كبار جدا وقامات كبيره جدا في عالم الفن، وفعلا حقيقي كانوا يخضوا طبعا اي حد يقف. ومسرح الدوم، انا عايز اقول لك معلومه عن المسرح الدوم نفسه، انا يمكن على مدار حياتي طبعا غنيت على ستيج كتير، بس ستيج الدوم صعب جدا جدا اللي واقف عليه. احساسي كان اصعب الناس يعني استاذ عمرو مصطفى.
كان ذكي جدا ودقيق في اختياراته، فده كان مديني شوية قلق كده، بس الحمد لله عجبته. عمرو نمكي اصله برضه نمكي، بيحب يوقع، هو ذكي جدا 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 وطيب بالمناسبة جدا يعني جدا جدا. فطيب، والسؤال بقى اللي بفكر فيه برضو معاك بصوت عالي، انت تشجع الناس انها تخش التجربة وتخوض وتدوس، ولا تقول لهم يا جماعة التجربة دي صعبة؟ لا اكيد، هي بص، هي في كل الاحوال هي حاجة صعبة، بس صعب هيوصلك لحلمك. صعب، ما فيش حاجة بتيجي بسهولة طبعا. صعب هيوصلك لهدف انت عايز تسعى له. طبعا الدوم حاجة مهمة جدا جدا، وحاجة تساعد اي موهوب ان هو يوصل، سواء كمل للنهائي او ما كملش، او ان ظهوره بس من خلال الدوم ده في حد ذاته نجاح. طبعا بشجع كل الناس ان هي تقدم وان هي تروح الدوم، يعني فرصة كبيرة لاي حد، كنا كلنا بنتمناها. كل التشجيع ليك يا كروان انت وكل الناس. وكفايه ان هو البرنامج الوحيد المصري اللي قدمنا، يعني بيقدم المواهب المصريه. لا وبعدين خلي بالك، هو مش بس برنامج مصري، احنا بنتكلم على انتاج ضخم جدا، بنتكلم على جداً امكانيات جداً. كبيره جدا. وبعدين ما بين قوسين، يعني انا دايما اصلا انا اتوصف بالتحيز لمصريتي يعني، بس خد بالك انه هو مين اجمد من المصريين في لجان التحكيم بانواعها المختلفه اللي ممكن يقيموا مواهب مختلفه، سواء اذا كان غنى او غير طبعا. الغنى، يعني مين اجمد مننا طبعا يعني؟ طبعا وفي حد لا اجمد ما من فيش كروان ولا طبعا، مش واخد احنا بالي ولا ايه؟ لا طبعا احنا مصر بجد بجد حقيقي، هي بلد المواهب وهي بلد ثقافه. انا بشوف لحد النهارده ان اجمد اصوات بجد واجمد مواهب عامه على العموم، سواء في الغنى او في التمثيل او في اي حاجه، هي المواهب المصريه. وده حقيقي من قلب المواهب اللي هم اصحابي، بشوفهم. انا بشوف ناس فعلا فعلا ما بنشوفهمش حتى في اي دول في العالم تاني. صحيح صحيح. وطبعا يعني احنا بنشكر استاذ محمد السعدي ان هو اتاح لنا الفرصه دي، وبيتاح لنا دايما ان احنا كمان نطلع مواهب جديده ونشوف مواهب جديده، ودايما في ظهرنا. طبعا انت اتعاملت مع سعدي ولا لا؟ او خدت بالك سعدي اكيد بيتحرك طبعا ازاي في طبعا العمل؟ خدت بالك قد ايه تفاصيل طبعا طبعا تفاصيل تفاصيل التفاصيل، اكيد اكيد مذهل اكيد، كل صغيره وكل كبيره هو مركز فيها طبعا. رهيب. مفيش حاجة بتعدي كده، كل حاجة بتكون بتفصيلة، وكل حاجة لازم تكون بالمسطرة زي ما بيقولوا. أوي أوي. أشكرك يا كروان مرة تانية، كل الشكر ليك، وسلامنا للوالد أرجوك. كل الشكر ليك يا كروان. كروان أنا حجاج، اللي بشكرك جدا، واحد من مواهبنا الرائعة، اكتشافات برنامج الدوم. خلوني أخدكم نروح على تقرير بيؤكد فيه دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استمرار التعاون والتنسيق ما بين كل الجهات المعنية للإسراع في إجراءات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع اللي موجودة في المواني المصرية، بحيث أن كل حاجة بإذن ربنا تلاقيها دايما متوفرة جوه السوق. هتشوف أنه ده بالمناسبة اتقال من خلال تقرير مفصل حول كل المستجدات الخاصة بموقف البضائع المفرج عنها في المواني المصرية. تقرير مهم جدا، عاوزين نسمع نشوف نفهم ونطلع الفاصل. جهود حسيسة تبذلها أجهزة الدولة من أجل الإسراع في إجراءات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع بالمواني المصرية، سعياً لتوفير السلع المختلفة بالأسواق المحلية. القيمة الإجمالية لما تم الإفراج عنه من البضائع منذ أول ديسمبر الماضي وحتى الآن بلغ نحو 8.5 مليار دولار، وذلك من خلال مختلف الأنظمة، سواء نظام التسجيل المسبق للشحنات أو من خارجه. وبشكل تفصيلي، فإن البضائع المفرج عنها لمختلف الأغراض الاستيرادية خلال أول 10 أيام من شهر يناير الجاري وصلت قيمتها إلى أكثر من 1.5 مليار دولار، بينما شهد شهر ديسمبر الماضي الإفراج عن بضائع بنحو 7 مليارات دولار. وخلال أول 10 أيام من شهر يناير الجاري وصلت قيمة البضائع المفرج عنها للأغراض الصناعية إلى أكثر من 613 مليون دولار، متضمن ما هو سلع غذائية ومستلزمات صناعية أولية أو مصنعة وغير ذلك من قطع الغيار والأجزاء اللازمة لهذا القطاع الحيوي.
ووفقا لنظام التسجيل المسبق للشحنات، وصلت قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من الأول وحتى العاشر من يناير الجاري من سلعة الذرة إلى أكثر من 47.7 مليون دولار، فيما سجلت قيمة المفرج عنه من فول الصويا نحو 28 مليون دولار خلال هذه الفترة. كما سجلت الكيماويات الخاصة بالأدوية 56 مليون دولار. الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية والبضائع المتواجدة بالمواني، وهو ما سينتج عنه انفراجة بالأسواق ويحدث توازنا في الأسعار بالسوق المصرية. مطار شرم الشيخ بيستقبل أول رحلة طيران جاية من الهند بهدف حاجة اسمها سياحة حفلات الزفاف. ده جديد عليا بصراحة، بس على ما يبدو ده شيء لطيف، شيء جميل، يعني ان احنا نبقى بلد جاذب لانواع من الرحلات من ضمنها رحلات الزفاف. الناس تيجي وتقيم حفلات زفافها هنا، مش بس بقى يقضوا شهر العسل. لا، خلونا نفهم القصه دي اكتر من استاذ عمرو القاضي رئيس هيئه تنشيط السياحه. اهلا بيك يا فندم. اهلا يا استاذ. اهلا يا فندم عمرو بيه. ايه موضوع سياحه حفلات الزفاف دي؟ انا ما كنتش اسمع عنها قبل كده. هو الحقيقة النمط ده من السياحة هو موجود بقاله فترة، والحقيقة احنا بس يعني الفترة طويلة كان الأشقاء العرب بينظموا حفلات الزفاف بتاعتهم في مصر في الثمانينات وفي مطلع التسعينات وقبل كده كمان، لأنه بيشوفوا أنه مصر بلد فيها إمكانيات لتنظيم الحفلات وكذا. وبعدين يعني الموضوع أهمل إلى حد ما، وفي نفس الوقت بدأ كتير من الطبقة الأعلى إنفاقا في العالم بتنظم حفلات الزفاف بتاعتها خارج دولها، وبنشوف سمعنا بعض المصريين بيعملوا حفلات زفافهم في مثلا دول أخرى أو حتى داخل مصر لكن في مدن أخرى. من أهم الأسواق اللي بتطلع منها تنظيم الحفلات خارج حدودها هي دولة الهند. ودولة الهند الحفلات الزفاف الهندية للي ما شافش أو ما يعرفهاش هي بتبقى كرنفال ضخم، مش مجرد يوم واحد أو ساعتين ثلاثة، لا ده بيستمر حفلات الزفاف والاحتفالات ثلاث أيام على الأقل تقريبا، وبتبقى خاصة في الطبقات الأعلى من المجتمع الهندي، وهي فيها طبعا طبقة من الأثرياء بشكل كبير بتتمتع بكرنفال. بيتحول هذا الحفل الزفاف إلى كرنفال حقيقي مليء بالفعاليات ومليء بالحفلات وحاجات كتيرة قوي. وطبعا أنا حقيقة عارف أن الثقافة الهندية ثقافة مليانة ألوان ومليانة صحيح موسيقى ممتلئة بالبهجة والاحتفالات وبالتالي نشأت في الهند تعتبر صناعة دلوقتي، هي من الصناعات، في شركات متخصصة في تنظيم حفلات الزفاف. حلو. شغلها شاغل هذا الأمر، وبدأوا أنهم ينظموا فعلا حفلات الزفاف بتاعتهم خارج الهند في بعض الدول في المنطقة العربية، في بعض الدول في منطقة حوض البحر المتوسط. وإحنا بدأنا نلتفت لهذا الأمر بالتحديد في شهر مايو الماضي سنة 2021. تقابلت في دولة الإمارات مع أحد يعني رؤساء الفنادق العاملة في مصر، وجاء الحديث عن موضوع حفلات الزفاف، وبالتالي قلنا ليه ما نعملش ده في مصر. مصر كانت بتعمل كده وتستحق ان هي تكون واحدة من الوجهات الجاذبة لحفلات الزفاف، لما لها لمصر طبعا بلدنا احنا بنحبها وكل حاجة طبعا. لكن هي فعلا بلد غنية جدا في تنوع المقاصد السياحية، واضف الى ذلك بقى كمان انه فيها الخلفية الثقافية والأثرية والحضارية العظيمة صحيح أثرنا القديمة، وتمثل هذه الخلفية بالنسبة للمواطن الهندي نوع من الهوس الحقيقة. وبالتالي
بدأنا نشتغل على خطة بكيفية إن احنا نبدأ هذا النوع أو نعيد هذا النوع من السياحة إلى مصر مرة أخرى. تم التواصل مع اتحاد شركات منظمي حفلات الزفاف الهندية، وهو اتحاد كبير حلو قوي، واستضفنا في مدينة شرم الشيخ شهر أغسطس 2021 49 شركة من هذه الشركات، وتم التناقش معهم، عملنا ورشة عمل، عرضنا كل المقومات اللي بتحظى بها مصر، المقومات التاريخية والطبيعية، لكن كمان المقومات البشرية اللي عندنا من إمكانية تنظيم مثل هذه الاحتفاليات الكبرى، لأن التفاصيل في هذه الاحتفاليات هي اللي بتصنع الفارق الحقيقة. صحيح صحيح. وكان دليلنا على قدرتنا على هذه التنظيم، أنا دايما برجع إلى موكب المومياوات واحتفالية طريق الكباش، إن دول أظهروا للعالم العظمة الموجودة للمقاصد المصرية، لكن كمان قدرة الشركات المصرية المحلية لتنظيم هذه الفعاليات. وكان الحمد لله ورشة العمل دي مثمرة جدا، وبدأنا الحمد لله هذا الأسبوع بأول حفل زفاف لاثنين من كبار يعني من المجتمع الهندي. طائرة خاصة جت من الهند على متنها طبعا العريس والعروس، و 371 من ضيوفهم من أصدقائهم وعائلاتهم. استمر هذا الزفاف ثلاث أيام في أو الحفل ثلاث أيام في شرم الشيخ، ودي مجرد البداية. نتمنى إن شاء الله بإذن الله يتبعها يعني المزيد بشكل كبير في مصر وفي كافة المقاصد، مش بس في شرم الشيخ ومش بس في الهند أو من الهند، هنجيب بقى من اليابان. كانوا يقولوا لنا زمان السواح يعني اليابانيين يحبوا السياحة عندنا هنا وبيصرفوا كويس في مصر، فعايزين نبعت نجيب بقى من اليابان، نجيب من أوروبا، يعني هننوع. بس أداه وقدود يا عمرو بيه، احنا واثقين جدا في حضراتكم، أداه وقدود، ربنا يوفق بإذن الله. وأظن نشاط الحقيقة رائع وحلو ومشكور بالمناسبة، كل الشكر لأستاذ عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة. فكرة حلوة بالمناسبة جدا، يعني أنا بقى تخيل عمرو بيه هو بيقول وجايين بالطيارة الخاصة وطيارة تانية فيها المعازيم، هم عازمين المعازيم يجوا من الهند لحد هنا. الناس دي واضح ان عندها فلوس كتير جدا ما شاء الله. ماشي، يا رب كتر. فاصل ونروح لفقرتنا، فقرة مهمة لحضرتك بالمناسبة، فقرة متعلقة بالأسواق والمعارض في المحافظات والمنافذ اللي فيها أسعار مخفضة في شتى ربوع الجمهورية. هنتكلم مع ضيفنا العزيز أستاذ محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية. استنونا. تعليمات القيادة السياسية أن إنشاء معارض للتخفيف على كاهل المواطنين بأسعار مخفضة. يعني إحنا ده أول معرض فتحه مع الوزير المحافظ من كام يوم، بداية لـ40 معرض هيبقوا في محافظة بني سيوف بمراكزها بقراها، لتخفيف العبء على المواطنين لوجود سعر مناسب يناسب المواطنين محدود الدخل والمواطنين عموما. فاحنا هنا مثلا في كل ما يخص المواطن من السلع الأساسية الضرورية اللي هو يحتاجها المواطن من السكر ومن الزيت ومن الرز ومن السمن ومن كل ما يحتاجه المواطن هيلاقيه بتخفيض يصل قد من 20% لـ30%. بالنسبة لحضرتك، بالنسبة للمعارض دي طبعا هي تمت بناء تعليمات عليا بحيث ان احنا نخفف الاعباء على كاهل المواطنين ونحاول نحارب اللي هي بالنسبه للسوق الموازي اللي هو بالنسبه للمحلات الثانيه. يعني هو حضرتك لما يلاقي الاسعار هنا مثلا رخيصه هو برضه بيحاول ينزل الاسعار،
وانا حضرتك برضو بالنسبه للرقابه احنا بصفه مستمره بنمر على المحلات ونراقب الاسعار طبعا الاسعار وبالنسبه للجوده برضو للسلع. أسعار برضو متعودة كويسة، برضو أن السكر بنبيعه ب 17 جنيه، الرز ب 15 جنيه، الإزاز الزيت بقى أزاز فيه بس أن أزاز 700 فيه أزاز كل حاجة بسعرها. أنا شغال هنا بنبيع أسعار منخفضة جدا، الرز ب 15 جنيه، دجاج 24 جنيه، جبنة ب 10 جنيه، زيت 85 جنيه، بره بتتباع ب 105، سمنة بتتباع بره بتتباع ب 100 بتتباع ب 66 جنيه، إحنا بنبيعها ب 40 جنيه. معظم الأسعار 100 100. لو بصراحة ربنا أنا المعرض هنا لو هيمشي على النظام ده كده أحسن ما جاش على التجار بره. يعني احنا بنشتري الرز بره بكذا، نيجي لهنا ب 15، بره ب 17 ونص، ب 20. الرز حلو يعني بنجيبه عندنا ب 20 حلو، موسع ب 17 حلو، والسكر بردك حلو ب 17 جنيه حلو. الأسعار تمام ومتناول الجميع، واديك شايف الناس كلها جاية على المكان والحمد لله. يعني هي الحاجات هي الحمد لله، يعني اللي بتحتاجها الناس اللي بتستخدمها في البيوت خصوصا الزيت والسمنة والرز والكلام ده الحمد لله تمام يعني موجودة، واتمنى ان تفضل كده على طول بإذن الله. اللحمة بتاعته حلو، بيبيع ب 150 اهو، الناس هنا ب 180 اهو. الله يسهل، هو مش بيحب الطمع يعني. بيرضى بقليله يعني. بالنسبة للحمة أحلى حتة لحمة دي، وبتتباع ب 150 جنيه وبتناول الجميع، ولحمة كويسة وزي الفل، ويا ريت الجزارين كلها تتعامل زي ما هو ده بيتعامل. أظن ده موضوع يهمك، يعني ده اللي احنا بنتكلم فيه كل يوم. خلونا نجدد الترحيب اللي احنا بدأنا يمكن من قبل ما نبدأ الفقرة، نرحب مرة تانية بضيفنا العزيز الأستاذ محمد أبو منظور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية. ازيك يا فندم؟ أهلا وسهلا. ازاي الحال؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. النيل المجمعات الاستهلاكية دي اللي كنا زمان نسميها الجمعية. الجمعية الاستهلاكية. أيوه. استهلاك بس الأول شرف ليا وجودي في هذا المبنى العملاق. التلفزيون المصري سبيرو طبعا، وظهوري على القناه الاولى وبرنامج التاسعة مع وجهه اعلاميه مشرفه وسام على صدر. لا يا فندم ده شرف لينا يعني، منورنا ربنا يخليك. طمنا بقى، ايه الاخبار؟ المجمعات اخبارها ايه؟ فيها الحاجه؟ اسعارها عامله ازاي؟ في حاجه ناقصه لا سمح الله؟ الحمد لله الحالة مطمئنة جدا، بس محتاجة رسائل ترشيدية من حضرتك والإعلاميين المحترمين اللي خدنا الجمهور المستهلكين. ما خدش أكتر من في حاجة اسمها شراهة في التسويق، ما خدش أكتر من حاجتي. يعني يخش المواطن بدل ما ياخد كيس ولا اتنين ولا تلاتة، تلاقي واخد بالعشرين بكرتونة الزيت بكرتونة السمنة، ما بيسيبش بقى مساحة لأخوه ياخد مكانه. فما بلاقيش. أنا عن نفسي جيت نزلت أحد الهايبرات وجيت اشتري، فوجئت وانا طالع على الكاشير قال لي يا فندم ده اتنين ازازه واتنين كيس واتنين رز واتنين سكر كده. عشان بيخافوا ان الناس تاخد الحاجه، في حد بياخدها لبيته وفي حد بياخدها ويتاجر فيها بره. لكن انا بقى لو اعمل حساب غيري هلاقي كل حاجه مطمئن. استدقني ما عندناش، والله 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 ما عندناش اي يعني اي ضغط في الارصده. مخازننا مليانه الحمد لله، زيت موجود مطمئنه، عدس انت عامل من اول امبارح رز في لا العدس عندنا موجود ب 11 جنيه 21 جنيه نص كيلو، بره ب 60 جنيه، يعني الكيلو عندنا ب 42 جنيه اجود وحاجه مستورده تركي مستورد، بره ب 60 جنيه بره ب 60 عندنا ب 42 ان شاء الله. لا الكيلو ب 42، النص كيلو معبق ب 21 جنيه. انا فاهم يعني الكيلو ب 42 وبره الكيلو ب 60 صح كده؟ الزيت اهو ده انا شايف السوق السوداء عمل فيه طفره غريبه الشكل. انا عندي زيت مطمئن في مجمعاتي ويعني يكفيني لغايه رمضان ويعدي 6 شهور. الشركات القابضه، الشركه القابضه للصناعات الغذائيه مستشاره في اداره التمويل، عندنا رصيد شركات 6 شركات زيوت، النيل للزيوت وبالهول واسكندريه وطنطا للزيوت، 6 شركات عندنا رصيد مطمئن لكافة الجمهورية من أسوان حتى اسكندرية. الرز عندي ما زال لسه عندي رز حر ب 14 ونص متبقي من حصة شهر 12 و11.
عندي وفرة، عندي مخزن، وعندي رز نمرة واحد الأول بيقولوا عليه أقل من 3% كسر. أيوة فندم. الرز عندنا 3 درجات، 10.5 منظومة التموين كنا جبنا منه مستورد، لأن تملي الوزارة بتعمل حسابها في الحصاد ما بين الجديد والجديد. حتى السكر في حصاد بدأنا في موسم الحصاد من امبارح في عندي إبلي. السكر بكام في النيل؟ عندنا الحمد لله، انت برضو سألت سؤال اول امبارح لاحد السادة، فبتقول له طب انا معايا بطاقة تموين وبتاخد السكر ب 10.5، طب انا لو معيش اعمل ايه؟ ايوه معالي بقى رئيس الدكتور عادل صالح، عايز تفهم الله. انا بقول مثلا انا ما عنديش بطاقة تموين ولا استحق، هو معالي الدكتور بقى اهتم بسؤال حضرتك بقى، موفر سكر حر ان شاء الله بيستخدم بضخه ب 14.5 في المجمعات كلها. حلو، و14 ونص حر، يبقى انا معايا بطاقه التموين بتاعتي وارصدت مطمئنه ب 10.5 البطاقه التموينيه. اصل ما ينفعش واحد مواطن ينزل يحط الكارت بتاعه وما يلاقيش تموين، وما يلاقيش التموين. الرز موجود، السكر موجود، الزيت موجود، المكرونه عندنا مكرونه على المكرونه على اعلى مستوى ب 6 جنيه 500 جرام ب 6 جنيه وبرده عندنا دي مكرونه التموين للي معاه بطاقه بس واللي معهوش في بقى الحر، يلاقي بقى الانواع المختلفه. وبس مع ذلك عشان عندنا وفره من مكرونه التموين بيبيع منها حر في فرق نقاط الخبز. لو النبي والله. طب والله العظيم حلو. عندنا ادارتين في الشركه القابضه، اداره التسعير واداره توريدات، متعاقده مع اكبر الشركات، يعني شركات مش عايز اذكر اسماء، ماشي، بتقدم التموين، عندها الحر وعندها التموين. يعني بس على سبيل المثال، يعني اذا كان مثلا عندنا مش عايز برضه اقول، يعني اذا كان عندنا مكرونه فخيره من الحره، عندنا مثلا نفس الشركه ونفس الانتاج ونفس الدقيق بتطلع منه ال 500 جرام ب 6 جنيه زائد الديل اللي هم عاملينه بقى مع القوات المسلحه. بسم الله ما شاء الله، الجهاز الخدمه الوطنيه شركه متمثل في شركه سايرو، ده بيوفر لنا مكرونه يوميا من اسوار الاسكندريه بكميات وفيره. يعني تلاقي التريلات والتنكات بتاعتها محمله مكرونه والدقيق، فالحمد لله كل الارصاد عندنا مطمئن. والله العظيم يعني هدتنا حبتين، الواحد برضو كان قاعد يقول ايه يا ترى. بس انا يعني ايه، اذا كان عندنا درجه اولى من المكرونه، نفس الشركه بتقدم نفس المنتج، نفس المكرونه بنغير الكيس ونقول 500 جرام ب 6 جنيه. ما هو في ناس والله انا احس كده، ناس بتحب تشتري الكيس. أيوة. يا عم خليك في اللي جوه الكيس دلوقتي. صدقني يوسف فيه بقول لحضرتك، نفس الخامه، نفس الدقيق، نفس المكرونه، هو بس ده تعب لنا بقى عشان نشيل الدعم اللي عليه 500 جرام ب 6 جنيه. احنا برضو انا موافق ان انا نسيب الكيس اللي سعره 6 جنيه للنص كيلو لاهالينا على قد حالهم، واللي ربنا فتحها عليه يبقى يجيب الغالي. وده اللي احنا عملناه في الرز بقى. جبنا الرز ب 10 جنيه ونص اللي هو التمويني، جبنا الفرق نقاط الخبز ب 14 جنيه حر 14 جنيه ونص، وقمنا جايبين بقى ايه، احنا عندنا تعليمات معالي الرئيس الدكتور رئيس الوزراء، الحد الاكثر للرز 18 جنيه 18. فقمنا جايبين بقى اليمينيشن عشان بقى انا استقطب السوق الخارجي من الهايبرات، قمت جايب لازم اجيبه عندي. انا مش هسيبه يروح ويسيبني. أيوه. يعني لازم اتمسك بالعميل ده من اقل واحد لاعلى واحد. خليك معايا اتفضل. قمت جايب له بقى الكيس اليمينيشن بتاعه المحترم وبروح له 16 ونص عشان ينبسط هو بالكيس. عشان ينبسط. احنا دلوقتي الساعه 12 وساعتك قلت الكاميرا بتاعتك ممكن تنزل الصبح. ابقى متواجد في مجمع من مجمعاتي، مش هلحق اعمل حاجه بقى. بس احنا يوميا انت تبص للمعرض الصبح، المجمع الصبح غير بعد الظهر. الصبح بيبقى باسم وجه مشرف طبعا، لكن بعد الظهر بقى بتلاقي ايه الضغط. بس طبعا لازم في مخزن داخلي لكل مجمع، لازم ما هو يورد طول الوقت، ما يروحش لما يدرس. انا عايز اروح فعلا على المجمعات ومواعيد عملها، وانا اقدر اروح للمجمع فين؟ هل المجمعات كتيره، المجمعات قليله، مواعيد العمل؟ انا جاي لك، بس انا عايز استاذن. دايما في البرامج يعملوا كده، حتى في المسلسلات يقول لك نوصل بعد الفاصل. هنروح للفاصل ونرجع مره ثانيه. استمتع باللقاء معك. الله يخليك يا فندم. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، وكل الترحيب بضيفنا العزيز استاذ محمد ابو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركه تنين مجمعات الاستهلاكيه. وبالمناسبه انا اخر جمله كنت بقولها حتى استاذ محمد، الجمعيه زمان حاجه ودلوقتي حاجه، حقيقي دلوقتي زيها زي ادخل سوبر ماركت في نظامها وفي نظافتها والموظفين الافاضل اللي موجودين جوه والتعامل الجميل وكل حاجه عليها سعرها، ودي حاجه مهمه. ما انت بتروح البقال تحت بيتكم
تقول له انا مش حاطط السعر ليه؟ يقول لك هعمل ايه بيه؟ ما كل يوم السعر بيتغير، بعمل لك ايه يا انا مش فاهم بيعمل لي كده، بيخوفني ولا ايه؟ التعليمات المهمه جدا معامله الجمهور. انا راجل موظف ما بكسبش، انا بنفذ تعليمات، باخد بخمسه ببيع بخمسه، والدوله بسعر التكلفه. ما هو لازم يكون فرق. انا طول ما الدوله بتتدخل في الاسعار في ثبات في الاسعار. حصل مشكله بره في السكر، دخل قوات الجامعات الاستهلاكيه، وزاره التمويل، الشركه القابضه، يبقى في ثبات في الاسعار. طيب انا كده عرفت السعر بتاع الزي السكر والرز والمكرونه والعدس. انا مش عاوز الناس تتصور ان انا بتكلم على البقول والحبوب وما تاكلوش كل لحمه. اللحمه بكام؟ اللحمه الاول طبعا موجود على اعلى مستوى، وفي مصداقيه وفي امان، لان عندنا سلسله اشرافيه من اعلى الدكاتره من اول ما تذبح في السودان لغايه ما توصل هنا. عندنا يعني ناس بصحه موجوده في السودان. هي بتذبح عندي في المجزر بتاع اسوان مش كده؟ عندنا اتنين، يا اما تيجي مبرده من اسوان وعندنا جروب من الصحه موجود هناك، يا اما عندنا هنا في اسوان مذبوحه محليين. حلو. والاسعار ايه بقى؟ يعني لما اروح النيل الاقي الاسعار حلوه ولا اتخض؟ احنا نقول بقى الاول انت بتشتري بكام؟ مش اقل من 200 و200 جنيه و150 جنيه و180 جنيه بره؟ اه لا ده بره بقى خش على 200 و210 و20 و30 270، ده لما يبقى الجزار حبيبك. لا احنا الحمد لله بتوفيق من ربنا في اعلى درجات الجوده في اللحوم و135 135 ما فيش حاجه بقى، مش ما تقوليش وش فخده، ما تقوليش حاجه بيانكو، لا كله 135 ما فيش فيها تفصيل، يعني الوش الفخده وال اروح اقول له عايز عرق تريبيانكو هيوزنه لي كله زي ما يطلع هيبقى كيلو 135 135 من اول روحه هيبقى 135 تشرف يا فندم تحت امرك. وزي ما عدت تاني بقول لك انا يا الصبح لو حضرتك عايز تبعت الكاميرا موجود على من غير استعدادات الساعة 12 الدنيا كلها قفلت، افتح الصبح الساعة 10 مع حضرتك المجمع وتشوف المنظر الموجود. طب انا هقول لحضرتك حاجة وانا واثق في كلامك 100%، بس عشان خاطر اخواننا المشاهدين واخواتنا المشاهدين. اتفضل يا فندم. اي حتة في الدنيا تروح لها بكاميرا يقول لك الكاميرا ليها هيبة كده. ما احنا فيها ممكن حد يروح شايفني من على اول الشارع، احنا هنعمل ايه بقى؟ هقول لك انا هعمل بأمانة بقى. اتفضل. انا هاخد بعضي بطولي وهنزل ولا مش هصور حتى بالموبايل ولا حاجة. انا راجل امين وعندك انا هخش لابس بتاع على دماغي ولابس كمامه فمحدش يميزني. انا بقول اهو من دلوقتي عشان بس محدش يقول لك ما اصلا ما يشوفوك هيعرفوك. ده انا هروح لابس الكمامه ولابس بتاع ايس كاب عشان اصوف علشان البرد، وهبقى متغطي مش باين مني غير نني عيني، وهروق هاجي يوم السبت باذن الله سبحانه وتعالى هحكي اللي شفته بالملي. تحت امرك. اسعار، معامله، وفره، يعني الثلاث حاجات المهمين. احنا جاهزين يا فندم تحت امرك. لا الامر لله سبحانه وتعالى، انا واثق اهو جاهزين وتحت امرك. انا هروح انا بكره يعني مجمع اشوف كده في كذا حته بالمناسبه. ايه الاطمئنان بقى للجمهور؟ عندنا 313 مجمع من على مستوى القاهره والجيزه. كام تاني يا فندم؟ 313 مجمع. 313 القاهره والجيزه. القاهره والجيزه. عندنا 512 مشروع جمعيتي البديل للتموين. بتاع التموين عندنا 42 سياره متنقله بيتم ضخهم حسب مكاتب التموين حسب الكثافه السكانيه بنبدا يعني هم بيتم مش ثابتين لانهم متحركين عشان لو انا ساكن في حته يبقى بعيد عني المجمع هو يوجهه بقى بيدينا تعليمات المتنقله رقم كذا في حته التليفونيه موقفها في الميدان الفلاني يعني في غرفه عمليات بتوجه طبعا يا فندم طبعا ده لها وزاره التموين فيها ناس مسؤول عن المتنقلات دي مخصوص حلو قوي حلو قوي ومعاه بطاقه تموين ومعاه مكنه تموين ممكن ياخد تموينه من العربيه على طول معاه مكنه تموين اساس النقاط يعني الخبز ويضرب المكنه ويضرب الحاجات التموينيه بتاعته طب ده حلو جدا طيب يعني عندي لحمه 135 وعندي عدس كيلو ب 42 يعني النص كيلو ب 21 وعندي الرز اقصى حاجه 18 16 ونص 16 عندنا 16 ونص 16 ونص في النيل اعلى جوده وليمينيشن وشركات عاليه جدا في الجوده يعني في فول في فول حلو تفتكر سعر الفول ولا اصل عارف انا بكلم رئيس القطاع التجاري في المجمعات كلها فمش هيبقى كل الارقام حاضره يعني يعني بس اهم يعني عندنا جميع البضاعه الموجوده في السلع المعروضه في داخل الرايبر من 20 ل 30% مش كلام بقى لا فعلا من 20 ل 30% عن السوق الخارجي عن السوق الخارجي الزيت شرحه الزيت شرحه والوفره بقى ما هو الزيت والوفره موجود بكل حاجه يعني التموين ده استحاله حد يخش من يلاقيش تموين وبرضه اللي معهوش هيلاقي في نقاط الخبز والسلع الحر بتخفيض من 20 ل 30% اجبان
موجودة على مستوى الأربع خمس شركات موجودة كلها، وعندنا منها كتير موجودة في التموين. التمن كيلو ب 4.5 جنيه، النص ب 7.5، الكيلو ب 14 جنيه. دي جبنة بيضة. جبنة تترباك. اوكي ما تقوليش انواع لحسن. لا ده ترباك، ده مش نوع، ده ترباك ده عبوه. ده عبوه. شركه التغريف، ما انا هيبقى انا كده اعلنت عن شركه التغريف. عبوه العبوه، انا اصلها بيسموها العبوه نفسها تترباك. في السايب وفي التترباك المعب، لكن مش شركه ولا حاجه. ماشي ماشي بقى عادي، يعني مش قصه. ايه ماشي. مره كده مره. طيب ايه تاني هلاقي عندي في المجمعات؟ يعني ايه تاني يحتاجه المستهلك المصري او البيت المصري وهلاقيه في المجمع، او هاخدها بالعكس في حاجة مش هلاقيها؟ من أول كيس الملح لغاية كيلو اللحمة هتلاقي كل حاجة على السفرة. عايز حلوة دي، من كيس الملح، من كيس الملح لكيلو اللحمة. مش أنا الوجبة تلقى، هنلاقي سكر، هنلاقي رز، هنلاقي مكرونة، هنلاقي دقيق بثلاث أنواع. ما عندنا الدقيق بيبدأ عندي دقيق ب14.5، عندي دقيق ب16.5، عندي دقيق ب17، أعلى حاجة عندي 17 جنيه. طب حديث الساعة الدائم، الدواجن والبيض. البيض عندي متدخل برضه، تدخل الحكومه والشركه القابضه وزاره التموين. البيض عندي ب 86 جنيه. 86 جنيه طبق 86. اللي عندي الدواجن ب 65 جنيه، عندي الاوراق ب 55، ومتواجده وموجوده وبوفره. مع العلم وبوفره، مع العلم ان في بعض محلات الدواجن دلوقتي قافل عشان خاطر ارتفاع السعر الحي. انا عندي ب 65 جنيه وعندي ارصده في الثلاجات، لان انا عندي ثلاجه. انا عشان كده سالت على الدواجن، عشان كده قلت لحضرتك حديث الساعه. كله هيقول لك الفراخ اخبارها ايه. لا عندنا ب 65 جنيه وكميات متوفره، وزائد ان احنا عاملين حساب رمضان من دلوقتي في الاختبار الكبير. رمضان ده محمد هو معالي الدكتور علي مصرحي عامل في كل محافظه 5 معارض في كل. وغير كده انا عندي في شركتي هيبقى فيه 313 معرض. بمعنى ايه؟ ان هو مخصص جزء في المجمع لاهل رمضان. حلو. بيبيعنا زائد بقى المعارض بتاعتي اللي انا عاملها. وان شاء الله من يوم السبت فيه 5 معارض، يعني هنبدا في المعارض من يوم السبت. والسنه دي غريبه ان احنا بادئين من اول السنه، يعني بيننا وبين رمضان 3 شهور. وهيستمر البيع بالسعر دوت لغايه شهر رمضان ان شاء الله. لحد نهاية رمضان إن شاء الله، ولا لحد أول أسبوع أو أسبوعين؟ لا لا لغاية نهاية رمضان. أنا عايز نهاية رمضان من 20. يعني الناس ما تقلقش وتقعد تخزن من دلوقتي؟ هو التخزين ده بقى هو يعني هو ده المشكلة. هو ده المشكلة صدقني. وهي أصلها لو جت على حد بيشتري ويخزن ساعات، أنا ما حبزش بس ساعات بتبقى ملحوقة. أنا مشكلتي في اللي بيشتري ويخزن ويبيع بره. تمام يا فندم تمام. ده دي المصيبة، عشان الناس مش قادرة تفهم برضو. وده مشكلتنا في الزيوت والحاجات اللي هي الحيوية، إن لما بنيجي نقول اشتري على قدك، مش عشان ما عنديش، عشان أنا عارف إن الناس بتروح جاية مالية شنطة العربية ويبيع برا. هو بالفعل عندي وعندي، يعني ممكن نعمل بدل ما نعمل زيارة للمجمع نعمل زيارة للمجمع، نعمل زيارة للمخزن داخل المجمع، نعمل زيارة للمخزني بقى أنا اللي بتغذي المجمعات. أنا جاهز وفي أي وقت من غير ميعاد. لا يا فندم يعني سائل وقدها تحت امر قدها وقدود. فاضل ايه تاني من السلع الغذائيه ما اتكلمناش؟ احنا خلاص اتعشينا الحمد لله كده. الحمد لله كده. الحمد لله. بعدين كل ما اقول زي ما حضرتك، يعني الشاي موجود، النسكافيه موجود، البقوليات بانواعها، التوابل بانواعها. في ثقه العميل بيخش دلوقتي الهيبه الجمعيه الاستهلاكيه، لان عارف اللي جواه ده موظف مش هيكسب حاجه. انا راجل موظف باخد مرتبي من شركتي، اعرض اللي هم بيقولوا عليه. واحنا يعني الشركه القابضه بسعر التكلفه. وده اللي بقى الفرق بيننا وبين السوق الخارجي، ان هي ما بنزغش للربح، مش معموله بهدف الربح. احنا شركه خدميه، وزاره التموين والشركه القابضه من اول، مع احترامي لعلي بن المصرحي، بس كلنا بنخدم المواطن المصري. صحيح صحيح. وبالمناسبه هو خدمه المواطن شرف، شرف. يعني لا تعيب حد. لا لا ده شرف. انا قصدي اقول لك كلنا ليه اصل انا باخد موظف. انا لو بحت مثلا اللحمه ب 200 جنيه مش هاخد حاجه، هو مرتبي. ولذلك هي عشان خاطر من وايه اللي بيخلي عندنا 20-30%؟ ليه احنا فرق عن السوق 20-30%؟ عشان انا ما عنديش هوامش الارباح اللي بيعملها القطاع الخاص. لا وعشان انا بجيب المنبع اوصل للشركه الام، فما فيش وكيل في الوسط، ما فيش واحد ياخد 5% ويعلي، يعني الحاجه بخمسه تبقى بسبعه تجي لي ب10. لا انا باخد بخمسه وببيع بسبعه. هو ده المنافس بتاعه شركه النيل، بيبقى فيها فاكهه خضار على اعلى مستوى. احنا عندنا لجنه تسويق خارجي في السوق، في الطازه، في السمك الطازه، ولجنه دائمه في السوق. عندنا كيان، وعندنا ثلاجه، وعندنا في سوق العبور.
وما بجيبش من تجار، انا بجيب من بقف واتسوق واقف على الشادر وعلى المزادات وبجيب عشان اوفر الحاجه رخيصه في المنطقة. يعني رب الاسره او ربه الاسره اللي عاوز ينزل يجيب حاجه الاسبوع يقدر ينزل يجيبها وهو مطمن، هيخش بالباسكت فاضي، هيطلع بيه من الاول الخضار لغايه كيس الملح زي ما قلت لك، من كيس الملح للخضار والفاكهه للحمه والفراخ والزيت والبقول واللازم. والمعامله يعني مش بشكر في زمايلنا اللي تحت، رغم ان المعامله مع الجمهور بتبقى لكن الحمد لله صعبه، هي صعبه بس في عندهم صبر وعندهم خبره وكلهم الحمد لله زي الفل باذن الله. محمد بنت نورتنا وشرفتنا والاهم طمنتنا، الحمد لله يا فندم، ربنا يجازيك عنا خير، وهي مصداقيه في القول والله والفعل والعمل باذن الله. ده ودود، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كل حاجه تفضل دايما موجوده وبعد رمضان وطول الوقت ولا احد يقلق. كل الشكر يا فندم، ربنا يخليك يا فندم، وسعيد باللقاء مع حضرتك. لا ده احنا اسعد، نورتنا وشرفتنا. كل الشكر للاستاذ محمد ابو مندور رئيس القطاع التجاري بشركه النيل للمجمعات الاستهلاكيه. وانا بختم، اغلى حاجه بنشتريها ايه؟ اللحم 135، وموجودة زي ما قال محمد بيه كده بالظبط، من أول كيس الملح هتلاقي موجود لحد اللحمة، أي قطعية في اللحمة ب 135. نوحد بقى يسن سنانه بكرة الصبح لحد كده تخلص الحلقة ثواني، ويكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامجه رقم 10. أما إحنا لو كان لنا العمر إن شاء الله موجودين معاكم يوم السبت وبرنامجكم التاسعة. سلامات.